أهلا، مساء الخير، أهلا بحضرتك ومنورين الشاشة وأستاذ محمود الصديق العزيز والإعلام الكبير. استمتعت بحديثك، شكرا وحقيقة على جميع المداخلات كمان كانت مداخلات مهمة جدا. شكرا. وانا بعرف حضرتك نسيت حاجه مهمه جدا، يعني الاستاذه انس الوجود وبرنامج وصال اللي بيوصلنا ما بيننا وما بين اهالينا بره اللي بقاله كام سنه يا فندم. استاذه انس، هو الصوت بيروح ويجي، بس طبعا بشكرك جدا. طبعا برنامج وصال ده برنامج من انتاج التلفزيون المصري، تمام، وبرنامج مهم جدا وبقاله اكتر من 12 سنة. بالظبط، هو مهتم بالمصريين في الخارج، وكان ده برنامج تجول حقيقة خارجيا وراح للمصريين في الخارج في أماكنهم ورصدنا كل مشاكلهم. كنتوا بتتكلموا في جزئية مهمة، هل إعلام الدولة بيرصد المشاكل وبيقولوا بجرأة؟ طبعا احنا بنقول بجرأة، وكنا بنقدم مشاكل عديدة وبنتكلم بصراحة. كنا سبب رئيسي ان الرقم القومي يوصل للمصريين في الخارج في اماكنهم، الجوازات السفر. كان حقيقة لسه وزارة الهجرة ما تمش اطلاقها يعني. حاليا وزارة الهجرة طبعا بتقوم بدور كبير مع وزارة الخارجية، مع كل الوزارات المعنية حقيقة بخدمة المصريين في الخارج. الفضائية المصرية ليها فضل كبير حقيقة، لأن لولا الفضائية المصرية ولولا التلفزيون المصري ما كانش وصال طلع على الشاشة أو ظهر أو اهتمينا بالمصريين في الخارج. تمام. وأولا أنا بشكر حضرتك على المعلومات القيمة اللي قلتها لي دلوقتي، وزي ما أنا قلت في الأول وبقول للمشاهد، الإعلام مش الإعلان بالميم مش بالنون، مفروض يعلم الجمهور. حضرتك البرنامج بتاع حضرتك على الهواء الساعة كام يا فندم؟ هو كل يوم حد الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة. يعني أنت حضرتك بعد أستاذ محمد عبد الله على طول. لا أنا مستمع محمد عبد الله دلوقتي قبلك يا أنس. 5 في الديلي بروجرام. لا انا بقول كده لان انا ده لا 5:30، هو 5:30 لان بعد تطوير الفضائيه تم تغيير المواعيد. هو كان الساعه 7. طبعا انت عارف حضرتك ان الفضائيه المصريه حصل فيها طفره في البرامج وتم تطويرها فغيروا المواعيد. احنا 5:30 على الهواء مباشره. تمام يا فندم. لا انا حابب بقى اعمل اعلان للساده المشاهدين، ده اعلان مش مدفوع لان ده خدمه عامه للإخوة اللي بيشوفوني خارج مصر، سواء بعد الحلقة بيشوفوها على اليوتيوب أو على الهوا دلوقتي، إن في برنامج مهم بتاع أستاذ عبد الله الساعة 5، والأستاذة أنس الوجود الساعة 5:30، ووصال ادوها مقترحاتكم. يا ريت حضرتك ممكن، هل في تليفون يقدروا يتواصلوا مع حضرتك؟ في الصفحة الرسمية لبرنامج وصال على الفيسبوك دي موجودة، وإحنا بنتلقى عليها أي مشاكل أي اقتراحات أهلا بيهم. ومعروف على فكرة لمعظم المصريين في الخارج، لأن إحنا بقالنا أكتر من 12 سنة طبعا، فبالتالي في صلة مباشرة بيننا وبين المصريين أوكي. في الخارج. حضرتك وأنا برضه عايزة بس أأكد على حاجة، اتفضل. لان دايما انا اقعد اسمع فيقول لك الفضائيه المصريه موجهه للمصريين في الخارج. الفضائيه المصريه يا جماعه موجهه للمصريين في الخارج والناطقين باللغه العربيه. يعني احنا بنسافر بنلاقي العرب بيقعدوا يتفرجوا عليها، بنلاقي الافارقه اللي بيتكلموا عربي بيتفرجوا عليها. فالفضائيه المصريه لكل من يتحدث العربيه. تمام. حضرتك وحضرتك متابعانا من اول الحلقه تقريبا، انا ذكرت كذا حاجه، ايه اللي شايفاه مفروض ناقصنا عشان نعمل تطوير سواء قنوات خاصه او قناه مسبيرو، مبنى مسبيرو؟ ايوه. الو، هو الصوت بيروح ويجي. انا سمعت يعني جزئيه تطوير يعني حضرتك شايفه ايه اللي محتاجينه عشان نعمل تطوير بزياده للاعلام المصري سواء خاص او حكومي؟ انا بس عايزه اقول جزئيه مهمه. اتفضلي. احنا دايما بنصدر ثقافه الضد ضد التلفزيون المصري. يعني من 2011 الناس بقت تقول التلفزيون المصري ما بيقدمش رسالته، وكان في هجوم حاد على التلفزيون المصري، وانا كنت بحس ان ده ظلم باين حقيقه على التلفزيون. التلفزيون فيه برامج مهمه جدا زي ما حضرتك اتكلمت وقلت، ادي وصال وادي استاذ محمد عبد الله، وبرامج عديده طبعا كتيره. يعني مثلا لما يكون في غزه واطلاق مبادره الريس بتطوير وبناء غزه،
ويبقى برنامج صباح الخير اللي بيوزعه القناة الأولى، راح وعمل حلقات متعددة هناك. لازم نشكرهم، ما ده تلفزيون دولة يا فندم، تلفزيون دولة هو قدم الحدث من قلب الحدث، مع لقاءات مع العاملين مع الشركات اللي بتبني غزة. ده تلفزيون دولة. لما يجي برنامج وصل لعامل همزة وصل بين المصريين في الخارج، ده تلفزيون دولة. لما يكون في هنا إفريقيا يهنا تلفزيون دولة. لا، في برامج عديدة في التلفزيون الدولة محتاجين إن إحنا ننظر إليها مع تطوير. طبعا كل الإعلام دلوقتي، الإعلام كمان الحديث، في سرعة في التكنولوجيا، فكل شوية إحنا محتاجين تطوير. قنوات الخاصة، وأنا كنت سعيدة جدا حتى كمان بالمؤتمر الصحفي للشركة المتحدة للإعلام، إن هي ابتدت تتوسع في نطاق كبير جدا من خلال الإنتاج، سواء مسلسلات برامج أفلام. فده وهي عاملة تعاون كمان مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. يعني المرحلة الجاية أنا واثقة، زي ما في بناء اقتصادي واستثماري، إحنا هنشوف في بناء إعلامي. بس خلي عندنا بصيص من النور، وعايزين نبص في الحتة الحلوة وهنسيب الحتة الوحشة. وهنبص في الحتة الحلوة ونسيب الحتة الوحشة. وبنشكر الأستاذة أنس الوجود، ميرسي على المداخلة القيمة. شكراً، شكراً لسعادتك. أشكرك ومنور يا أستاذ محمود. شكراً. وحضرتك صديقتي العزيزة. شكراً. شكراً يا فندم. شكراً.